ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع، كل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على الفرق ما بين القراية ديال شحال هادي مع ديال دابا. إلا بغيت تعرفوا الفرق أجوا معايا. قول لي الفرق ما بين القراية ديال شحال هادي اللي قريتي أنت مع ديال دابا. المناهج التعليمية فهمتيني اختلفت، كان الخصص عند الدولة المغربية في المتعلمين. من بعد الاستقلال ديال المغرب الدولة المغربية استثمرت في التعليم ودخلت أساتذة من المشرق العربي. المدرسة المغربية تلد جيلا من الضباع، يجب إعادة الاستثمار في المدرسة المغربية وبالخصوص في الابتدائي، حيت الابتدائي هو لاباز، هو الساس، هو الرجلين على سيوقف التلميذ. مني تيكون إقصاء في المدرسة ومني تيكون الغياب المستمر ديال بعض الأساتذة سامحهم الله، وكاينه شي حاجه اللي مبالغ فيها، يجب اعاده الاستثمار في التعليم في المغرب. هو ولدي القرايه ديال شحال هادي كانوا الدراري باقيين ساجين وباقيين يعني والديهم حاضيين ومقابلينهم، وما كانتش المراه كتخدم والراجل كيخدم، كان الراجل كيخدم اللي جاب ليها كتقنع به ياكل الا الوغ. دابا لا، دابا كلشي ولا متطلعات ولا باغي حوايج اخرين ولا هذا. الدراري كتلقاه شاد بورطابل، الدري باقي صغير وكتلقاه عنده بورطابل مثلا ايفون ولا بزاف ديال لي بورطابل. انه الناس ما بقاوش مهتمين بولادهم، يسمحوا لي زعماك في هذه الهضره، والله ما بقاو مهتمين بولادهم. حقاش الدري خاصك تراعيه من الصغر حتى الكبر، على الاقل حتى يفوت لادوليسونس. كثرت الكتوبه، كثرت الادوات بدون نتيجه، والدليل هاي والدليل ها هو قدامنا دابا. حتى في النسبه التلاميذ ديالنا مثلا ملي كينجحوا ملي كنمشيو للجامعات وهذاك الشيء كيكون مستوى ناقص، كيكون مستوى ناقص، أو مثلا كيدوز واحد العام ولا عامين كيمشي يدير. وبالنسبة للعقوبات اللي كانت شحال هذه مثلا كتب ليا مثلا العقوبة 1000 خطرة على ذكر هذه القضية ديال العقوبة، كانوا الناس كانوا كيظنوا بأن راه الأستاذ راه كيعطيه عقوبة أنه بغى. لا، العقوبة أول حاجة عندها دور، لأن كيقول لك التكرار أساس المهارات، بمعنى هذاك التكرار كيخلي الدري أول حاجة كيتعلم الخط، ثانيا كيدخل لسميتو في العقل الباطن ديالو شي كلمات وكيبقى باش يخدم بهم باش كي. صباح الله استاذي، بخير. الله يبارك فيك ويطول لنا عمركم. نعم سيدي، قول لي الفرق ما بين القرايه ديال شحال هادي مع ديال دابا. ايوا اللي هو داير فرق كبير، بحال قلتي واحد مع 100، راه الفرق كثير. عرفتي الناس كان ديك الساعه الانسان والقرايه، وكان واحد عنده قريحه ديال القرايه، وكان التعليم حتى بست الطرق، لا في العربيه ولا في اللغات ولا في اللغه الفرنسيه. عرفتي الاساتذه ديال الفرنسيه كيفاش كانوا، كيفاش التصرف، كيفاش مع الطالب ومع التلميذ مع كل شيء. ولا حتى الاساتذه اللي كانوا تاع اللغه العربيه كانوا من الاردن، كانوا من سوريا. الاستاذ كاع ماشي دري كيمشيو ليه والديه، لاش دويتي لنا مع الدري، لا ضربتي لا درتي، ولو كيدير مسائل اخرى اللي تزعل. شحال هذيك كنتي كتاكل العصا وتحمل وتاكل هذا وبخير في الجامع، كلينا العصا في المدرسه، كلينا العصا، جمعوا لنا الصبعان كلينا العصا، ولكن داروك فلقه. ولكن بنادم عرف راسو بين الصالح وداك الشيء، هذوك اللي كانوا كاع ذاك الوقت وكنقراو دابا كلهم في مستويات ومستويات رفيعه، وكاينين الانسان ديك الساعه اللي عنده البروفي ديال ديك الساعه احسن بحال ليسونس ديال دابا ولا كثر كاع.